شلون لعد ارتبطتي بابو سنان اذا ما عشت الحب؟ شلون صارت النظرات؟ شلون صارت هاي الحياه الزوجيه الناجحه؟ ابو سنان موظف بنفس الدائره اللي انا بيها. زين. يعني مو بعيده عليه. زين. اي والله ما صارت علاقه، هسه هو يسمع صوتي. تذكرين لحظة انه جاء انه هو يريد يتقدم؟ اصلا هو هم من النوع الخجول، يعني مو يعني. والدليل هو ما ظاهر بالاعلام. لا لا خجول يعني، هو حتى بطرح انه يريد يطرح مشاعره او يريد يصارح شخص معين او يصارحني اني مثلا، هو خجول ما عنده هاي يعني الجرأة. قبل اجتك بابك؟ لا هو مو قبل، هو بعث لي شخص صديقه قال له خب لي اياه شوف لي الوضع. اي شوف لي الوضع وهذا. اي هو رجل يعني سمعته سابقته، يعني رجل اخلاقه وسمعته طيبه و وياي بالدائره. خطوبتك يعني كانت من كان سكنك ببغداد لو من كنت بعد لا لا بغداد؟ لا بغداد. بغداد احنا بيش بالتسعين يا معود. أه. انا بالثمانينات اهلي اجوا، احنا بالتسعين تزوجنا يعني ببغداد. اي بغداد طبعا، اجى لبيتنا وخطب و